إذن هذه مشاهدينا كنا مع حضراتكم في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، تعتبر شركة النصر للأسمدة من كبرى الشركات العاملة هنا في مصر. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل بعد التحية، كيف ترى افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة؟ أيضا كيف ترى القيمة الاقتصادية المضافة التي يمكن أن يضيفها هذا لهذا القطاع الهام؟ هو طبعا المصنع اليوم وافتتاحه أو افتتاح المراحل الثانية من المصنع ده بيؤكد على أن مصر لديها استراتيجية واضحة من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المنتجات الخاصة في مجال الأسمدة. وأيضا لأن مصر زي ما سيادة الرئيس تحدث اليوم وقال أن المستهدف 3.5 مليون فدان لاستصلاح الأراضي، إذا وجود هذا المصنع مع المصانع الأخرى أعتقد أنه هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي في الأسمدة، هيبقى هنقدر أيضا الفائض من هذه الأسمدة يتم تصديره إلى الخارج. وتخلي بال حضرتك أن هذا المصنع موقعه استراتيجي جدا، وجوده بجانب ميناء العين السخنة، فالمنتج هيخرج من المصنع إلى الموانئ للتصدير إلى الخارج، وده أيضا هيجلب عملة صعبة إلى الدولة المصرية في الوقت الحالي. طبعا احنا عارفين ان في استراتيجية واضحة للدولة الوصول إلى المستهدف كان من عام 2014 حتى وقتنا هذا، ان العمل على الزراعة وخاصة زراعة المواد الاستراتيجية من خلال المشروعات القومية اللي احنا بنشوفها في الدلتا الجديدة، مشروع مستقبل مصر، شرق العوينات، توشكا وخلافه، كل دي من الأراضي اللي بيتم استغلالها في الوقت الحالي من أجل الزراعة ومن أجل العمل على زيادة المنتجات الاستراتيجية أو الزراعات الاستراتيجية، نظرا في أزمات، لو حدثت أزمات على مستوى العالم هيكون مصر قادرة على أنها توفي باحتياجاتها. هناك بالفعل أزمات، يعني الأستاذ جميل، يعني بالفعل طبعا الحرب الروسية الأوكرانية، هناك بالفعل أزمات توجد في يعني في سلاسل الإمداد، هذا أبسط شكل يعني من أشكال الأزمات يعني المتواجدة حاليا. ما هو كان من البداية أن في استراتيجية واضحة لمواجهة أي تهديدات أو أزمات محتملة، الاستراتيجية اللي وضعتها الدولة في عام 2014 لمواجهة التهديدات أو الأزمات المحتملة على مستوى العالم، وده اللي احنا شفناه خلال الفترة الحالية من الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي بشكل كبير وتأثيرها على سلاسل الإمداد زي ما حضرتك تفضلت وقلت. لكن وجود عندنا هذه الاكتفاء الذاتي أو محاولة الوصول الى الاكتفاء الذاتي والاراضي الزراعيه الكبرى اللي تم الاعتماد عليها خلال الفتره الاخيره في زراعات مثلا القمح وخلافه، قدرت الدوله ان هي تبقى تواجه هذه الازمه بشكل كبير. وطبعا المستهدف خلال الفتره القادمه زي ما قال سياده الرئيس زراعه 3.5 مليون فدان، لهذا السبب الدوله بتعمل جاهده على توفير كل ما يمكن من اجل هذه الزراعه من خلال مثلا انشاء محطات رفع المياه لخدمه المشروعات الدلتا الجديده. يعني الرئيس النهارده تحدث عن 30 محطه جديده لرفع المياه في الدلتا الجديده، و العمليات تحلية المياه الصرف الزراعي والمحطات التحلية، ودي طبعا زي ما قال الرئيس النهاردة تكلفتها عالية جدا، وبيتم الاعتماد على محطات المعالجة الثلاثية للمياه، وهي تعتبر الأضخم والأكبر في المنطقة بأسرها يعني إن لم يكن في العالم يعني. بالضبط، كل ده من الهدف منها الاستغلال المياه بشكل سليم والعمل على إعادة يعني تحلية المياه وتدويرها من خلال البعد الأبعاد الثلاثية والاستفادة منها في عمليات الزراعة، وده بالطبع مجهودات كبيرة جدا بتقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية من أجل طبعا مشروعات الاستصلاح الزراعي ووجود المنتجات المصرية في الأسواق المصرية دون أي نقص وتصدير الفائض منها إلى الخارج. هنتحدث بالتفصيل عن موضوع توجه الدولة نحو
تصدير الفائض من هذه المنتجات. لكن دعنا نتحدث عن وجود أو مفهوم الأمن الغذائي. هو المشكلة يعني ليست فقط مشكلة اقتصادية ولا مشكلة يعني تتعلق بالزراعة، هي الموضوع أكبر من هذا وأعمق من هذا. نحن نتحدث عن أمن غذائي، هو أمن قومي لمصر فيما لو صلة بتقليل الفجوة ما بين المعروض والمطلوب. كيف ترى توجه الدولة، كيف ترى جهود الدولة في تقليل هذه الفجوة؟ هو لازم نبقى عارفين إن الدولة التي تمتلك طعامها تمتلك قرارها. طول ما انت الدولة قادرة على تحقيق الامن الغذائي لشعبها دون الاعتماد بشكل كبير على الخارج فهي تمتلك قرارها، لكن طول ما انت مش قادر تستوفي امنك الغذائي صحيح. بشكل سليم داخل اي دولة فانت غير قادر على تحقيق استقرار وان يكون لي قرار على مستوى الدولة او حتى على مستوى العالم. لكن مصر قدرت خلال الفترة الاخيرة انها تحقق الامن الغذائي بمفهومه الشامل، لان ده زي ما حضرتك تحدثت ان هو فرع من فروع الامن القومي المهمه جدا. قدرت الدوله انها تمتلك منتجاتها الاستراتيجيه بشكل موسع عن طريق الزراعات اللي تمت داخل الأراضي المصرية خلال الفترة الأخيرة عن طريق عمليات تحلية المياه من أجل الوصول وري تلك المناطق، عن طريق المشروعات الضخمة لمحطات الكهرباء ومحطات التشغيل وخلافه. كل ده زي ما قال سيادة الرئيس النهاردة تم بتكلفة عالية جدا للدولة، ولكن التكلفة دي الهدف منها تحقيق الأمن الغذائي، تحقيق الاستقرار، تحقيق القوة والقدرة على امتلاك القرار العالمي، ان مصر يبقى ليها قرارها ويبقى ليها سيادة في قرارها. وبالطبع زيادة هذا المنتج ووجوده في الأسواق، يعني احنا بنشوف دلوقتي خلال زي في الأزمة الروسية الأوكرانية وان في أزمات في العديد من الدول وفي نقص في سلاسل الإمداد، لكن داخل الدولة المصرية الحمد لله في الوقت الحالي لا يوجد أزمات في وجود السلع الأساسية او اي سلع من السلع لا توجد بها اي أزمة، بل بالعكس هي متوفرة في كافة الأسواق المصرية. وده دليل طبعا على الرؤية الاستراتيجية المصرية السليمة اللي تم تنفيذها بخطوات حقيقية وخطوات واثقة على الأرض. قدرنا ان احنا نوصل لهذه النقطة، وقدرت الدولة انها تحقق الأمن الغذائي للشعب. نعم، يعني هو أستاذ جميل من يملك قوت يومه يملك قراره، يعني هي جملة مهمة جدا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام.